طب كويس، كلمنا محمد عبد المنعم اخباره ايه صحيح؟ انا سالت كابتن سيد قال لي كويس. لسه بطمن عليه النهارده، انا كلمته في التليفون. اوكي بسرعه يعني الامور ماشيه بسرعه كويسه جدا، ويمكن بس مريح عنده يمكن اعاده كشف كده على اخر الاسبوع، يعرف الدنيا فيها ماشيه ازاي، يعني راحته قد ايه، هيرجع امتى، عشان لسه برضو الموضوع صعب معاه شويه اليومين دول. هو كان يعني كسر ولا ما هو كسر؟ يمكن هو باين في الشاشه يا كابتن لو حضرتك لاحظت. احنا شفنا بس احنا مش مصدقين بالظبط. هو لما الدم نزل بقى انا عرفت على طول ان في كسر في مناخيره، لان نزول الدم بالمنظر ده كده مره واحده بيبقى معروف ان هو كسر يعني. فهو ربنا يقومه بالسلامه ويرجعه بالسلامه يعني. بس هو كويس. كويس جدا الحمد لله يعني. طب الحمد لله.